حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو برده بن عبد الله قال سمعت ابا برده بن ابي موسى عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما تشتريه واما تجد ريحه وكير الحداد يحرق بدنك او ثوبك او تجد منه ريحا خبيثه